تخطى إكسبو دوره كمعرض حضاري يجمع العالم تحت سقف واحد إلى قاطرة حركت اقتصاد الدولة والعالم، حيث تصدرت الإمارات مؤشرات اقتصادية عالمية، كان أولها انتعاش مؤشر سفر الأعمال، حيث أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة وجود طفرة في رحلات الأعمال بفضل إكسبو 2020 دبي. وبيّن التقرير أن الإنفاق على سفر الأعمال في العالم سيشهد مزيداً من الانتعاش بأكثر من 25% في عام 2022 بعد أن تضرر بشكل كبير جراء فيروس كورونا. وبلغ عدد المسافرين في الربع الثالث من العام نمواً، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر بالتزامن مع إعلان مطارات دبي عودة العمل بطاقة تشغيلية كاملة بنسبة 100%، مع توقعات بوصول أعدادهم إلى نحو 29 مليون خلال هذا العام. ومثل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي بداية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في الدولة. فوفق تقرير صادر عن البنك الدولي، أكد البنك في بياناته على أهمية دور إكسبو 2020 في تحقيق ارتفاع الطلب على السفر والسياحة إلى دولة الإمارات. وأكد البنك أنه من المتوقع أن يقفز الانتعاش الاقتصادي في الإمارات إلى 4.7% العام الجاري بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها السياحة. شركة STR البريطانية المتخصصة في البيانات الفندقية أفادت بأن إكسبو 2020 دبي كان له أثر إيجابي بالغ على مؤشرات السياحة في الإمارات، حيث ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق دبي إلى 95% متجاوزة لندن من حيث الطلب، ما رفع الإيرادات الفندقية بنسبة تجاوزت 54%، أي نحو 20 مليار درهم. ومدعوماً بإكسبو 2020 دبي، حقق القطاع العقاري انتعاشاً قوياً خلال عام 2021، حيث أظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري تسجيل نحو 90,000 تصرف عقاري بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم، وبنمو يصل إلى 65% مقارنة بالعام 2020، فيما تجاوز عدد الاستثمارات الجديدة 72,000 استثمار بقيمة 148 مليار درهم، وبنمو بلغ 73.7% مقارنة بالعام 2020. إكسبو 2020 منح أيضاً دفعة قوية للاقتصاد الإبداعي في دبي، الذي يهدف إلى التحول إلى عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد بحلول عام 2025. وهنا أثبت إكسبو 2020 دبي دوره المهم كمنصة لاستقطاب المبدعين في قطاعات التراث الثقافي، الفنون البصرية، الاحتفالات والإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي. وخلال فترة التحضير لإكسبو 2020 دبي، أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بنسبة 16% إلى 378 مشروعاً، حيث وصلت قيمة رؤوس أموال المشاريع المعلنة إلى 15.9 مليار درهم. كما شهد استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً وصل إلى أكثر من 16,000 وظيفة جديدة. وعلى مسار التحول إلى مدن ذكية مستدامة ومتكاملة، أسس إكسبو 2020 لمرحلة جديدة في اقتصاد المدينة ترتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد، حيث حققت المدينة عدة أهداف هي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية للسكان والحفاظ على البيئة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. ولعل أبرز ما قدمه إكسبو 2020 لدبي والإمارات هو التأكيد على قوة اقتصادها وقدرتها على التعافي السريع ومرونته في التكيف مع متغيرات العالم ومتطلباته.